لم تتمكن المدن المعاصرة من التأقلم مع النمو، لذا تحتاج هذه المدن لإعادة تصميمها بشكل جذري. كيف سيبدو الأمر لو تخلينا عن السيارات؟ لو استغنينا عن الشوارع؟ لو ابتكرنا داخل المساحات العامة؟ لو بنينا حول الطبيعة بدلاً من البناء عليها؟ لو كانت جميع احتياجاتك على بعد 5 دقائق مشياً في كل الأوقات؟ لو تمكنت التقنية المدمجة من خلق مساحات شاسعة يسودها الهدوء والراحة؟ لو كانت الاستدامة أمراً مسلماً وليست مجرد هدف؟ لو استبدل الخدمات الحضرية القديمة بخدمات يحركها الذكاء الاصطناعي؟ كيف سيبدو الأمر لو بنينا The Line؟ امتداد بطول 170 كيلومتراً من التغيير الجذري في الحياة الحضرية، يحمي أكثر مناطق الأرض طبيعة وجمالاً، ويخلق في الوقت ذاته معيشة استثنائية لسكانها. مرحباً بكم في The Line. نيوم.